الشوط الأول قد انتهى لمصلحة صاحب الأرض الأهلي السعودي بهدفين لهدف واحد. أول هدف المباراة جاء في الدقيقة الثانية من عمرها عن طريق بغداد بونجاح الدولي الجزائري، هداف السد في هذا الموسم، سجل أول الأهداف، ثم عادل الأهلي النتيجة برأسية جاءت في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة عن طريق كلاوديمير دي سوزا، ثم تمكن الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في هذه المباراة عند الدقيقة 39 عبر مهند عسير. مع هدف مهند كان الفريقان قد تعادلا في كل شيء وصولا إلى الدقيقة 70، حيث أضاع بغداد بنجاح ركلة الجزاء ثم عاد ليسجلها في الدقيقة 70، معادلا النتيجة ومؤكدا